أول شي خلوني إلغي هذا الكرت اللي حرق لي دمي. أنا رح فوت قبلكم وأنتوا رح تلحقوني. خليكن قراب من الحرس وما في قتل طول ما الأمور ميسرها. نحن مالنا بالجبل؟ لا تشغل بالك. أهلا وسهلا، أخذت رقم؟ ما في لزوم، شغلتي بسيطة. بس إذا بتاخد رقم بيكون أفضل. لازم ألغي هذا الكرت تبعكم. فيني أعرف ليش حضرتك بدك تلغي الحساب؟ مليت من المدينة وراجع عالضيعة. هنيك لا في صراف ولا في بقال ولا في سوق وما في هيك شي بنوب. بس فكر منيح، يعني بهالوقت من غير الحساب صعب إنه ينعاش. قلتلك بدي أرجع الضيعة، ما رح يلزمني كرتكون. تمام أستاذ، لا تضايق حالك، مثل ما بتحب حضرتك. يا أستاذ، ممكن فتش شنتاي؟ طبعاً. جيتين بي، أساساً حساب حضرتك ملغي، حتى إنه في إجراء بالتحصيل عليه. لا تتحركوا، كله يتحرك، لا حدا يتحرك، وقفوا محلاتكم كله مكانه. أنا مش أنا هذا الشيء إجيت ولا صوت يلي بيتحرك بيقصوا. بس أنا اللي بحاجة للمصاري، رح أعزبك في أرضك ولك. البنك تبعكم رح يرجع يعطيني قرض؟ لا حدا يتحرك، أصحك. ما بدنا إنذارات هون. تمام ارجعي لي لورا. الكل هذا الطرف، يلا تحرك، يلا تحركوا، تحرك يلا. عندي يلا لك، اتحرك بسرعه لعندي لهذا الطرف. فلوا الابواب. امرك اخي، حاليا هذا البنك تحت سلطتي انا. يا شباب، عم نحكي عن 3 شباب اليوم. لا تقولوا عنهم سهلين، مبين عليهم مجانين، على قنابل وسلاح ومو تاركين شي مو أخدينه. سيبو رح يقدم لكم معلومات تكتيكية. عاكف، أمر القيادة عندك. طيب أمرك سيدي. يلا الله معكم بهالمهمة. شكراً. الكاميرات يلي بالبنك صورت 3 شباب مسلحين. طيب كم رهينة في جوا؟ الحمد لله ما كان في كتير، في 4-5 موظفين بس، 2 منهم مسؤولين. فينا نشوف داخل البنك؟ لا عاكف، الشباب طافين كاميرات المراقبة، بس وصل لهنيك رح حاول لاقي حل. ملوا معكم قنابل زيادة. تحت أمرك سيدي. عاكف، القيادة معك. ما في فرق إلكر، رايحين سوا وإن شاء الله نحلها. يلا يا شباب اتحركوا. يلا يا رجال يلا. قولي لي شو هاي المفاجأة؟ عندي فضول أعرف. ما رح تصدق أعينك والله يا صالح. عن جد؟ هلأ زاد فضولي أكتر. عبي عبي بسرعة يلا. لازم نخف إيدنا جيتين، البنك مسكر وهيك رح يلفت انتباه. يلا تعالي لهي الجهة بسرعة يلا روحي. العمى لك وصلت الشرطة.
سيبه، فعل الكاميرات جوا بأي طريقة، لازمنا رؤية واضحة. تمام. إلكر، تأمين محيط المبنى عندك، أنت رح توزع الشباب. تمام. كارلوس، تمركز بطريقة تكشف فيها المدخل الرئيسي. مثل ما بتأمر. بالتا، أنت خليك هون وتمركز بوضعية لإطلاق النار. وصل أخي. الله يحميكم شباب. بعد لي شوي. جيتين، العمليات الخاصة برا، نحن شو بدنا نعمل؟ لازم ننهي الشغلة اللي بلشنا فيها. شو رح نعمل؟ أخي نحن وهدول الجماعة حاربنا بالجبال سوا، هلأ بدك أنا نقوص عليهم؟ إذا أخذنا يلي إجينا من شانه ما رح يتقوص حدا بنوب.